أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس التربوية السورية في مادة الرياضيات لطلاب الصف التاسع في مرحلة التعليم الأساسي بعنوان المضلعات المنتظمة من الوحدة الثالثة من كتاب الهندسة. أحبائي الطلبة، سوف نعرض اليوم المضلعات المنتظمة في التعريف، في الرسم، وأيضا من خلال معرفة زاوية المضلع المنتظم وكذلك معرفة طول هذا المضلع. أحبائي، الوحدة الثالثة بعنوان الزوايا والمضلعات في الدائرة المضلعات المنتظمة. تحوي هذه الوحدة على الدروس الآتية: الدرس الأول زوايا محيطية وزوايا مركزية، أما الثاني الرباعي الدائري، وأيضا المضلعات المنتظمة. أحبائي، اليوم سوف نعرض المضلعات المنتظمة. يبدأ هذا الدرس كما تعودنا أحبائي الطلبة بنشاط يوضح المضلعات المنتظمة. هنا النشاط تعرف مضلعات منتظمة، أي ما هي المضلعات المنتظمة؟ ويقول لي في النشاط: نقول أن مضلعاً هو منتظم إذا كانت أطوال أضلاعه متساوية وكذلك قياسات زواياه متساوية أيضا. إذا المضلع المنتظم هو مضلع زواياه متساوية وأضلاعه متساوية أيضا. في النشاط بعنوان مضلعات ثلاثية أو رباعية، في كل من الحالات الآتية هل المضلع منتظم؟ لدينا شكل معين. أحبائي الطلبة، هل المعين هو مضلع منتظم؟ هل أضلاعه متساوية؟ نعم، إذا أضلاعه متساوية، ولكن هل زواياه متساوية؟ كلا، إذا هذا الشكل هو ليس مضلع منتظم بالضرورة، فالمعين يمكن أن تكون زواياه غير متساوية. في الشكل الثاني رباعي، قطراه متعامدان. نعلم أن إذا كان القطران متعامدان لا يكفي لتتساوى الأضلاع والزوايا، وبالتالي ليس بالضرورة إذا كان قطرا الرباعي متعامدان أن يكون منتظم. في الحالة الثالثة يقول لي: لدينا مربع، ولكننا نعلم أن المربع أطواله متساوية وزواياه أيضا، وبالتالي هذا المربع هو مضلع منتظم. في الحالة الرابعة لدينا مستطيل، هل المستطيل هو مضلع منتظم؟ كما تعلمون أحبائي الطلبة أن المستطيل زواياه متساوية وتساوي كل منها 90 درجة، ولكن هل الأضلاع متساوية؟ ليس بالضرورة، وبالتالي أن الشكل ليس مضلع منتظم. نأتي إلى حالة خامسة، هل هذا الشكل مضلع منتظم؟ يقول لي: مثلث متساوي الأضلاع. إن المثلث متساوي الأضلاع هو مضلع منتظم لأن أضلاعه متساوية وزواياه متساوية أيضا. أما المثلث متساوي الساقين، مثلث متساوي الساقين يكون فيه ضلعان فقط متساويان في الحالة الخاصة، أما في الحالة العامة، إذا في الحالة العامة المثلث متساوي الساقين ليس منتظم. نأتي إلى الفكرة الثانية من النشاط، يقول لي: مثلث متساوي الأضلاع في دائرة. المقصود بمثلث متساوي الأضلاع في دائرة أي مثلث متساوي الأضلاع مرسوم ضمن دائرة. لدينا الشكل الآتي: A B C مثلث متساوي الأضلاع مرسوم في دائرة C مركزها O، إذا مركز الدائرة O. ما قياسات زوايا المثلث ABC؟ إذا نريد حساب الزوايا، زوايا المثلث ABC، أي قياس الزاوية A والزاوية C والزاوية B. هنا هذه الزوايا متساوية لأن المثلث متساوي الأضلاع، وبما أن المثلث متساوي الأضلاع
فقياسات زوايا متساوية، وبالتالي قياس منها هو مجموع زوايا المثلث على ثلاثة، أي قياس هذه الزاوية يساوي 180 درجة تقسيم ثلاثة، أي 60 درجة، أو من خلال تطابق المثلثات نجد أن هذه الزاوية 30 وهذه الزاوية 30، فتكون الزاوية A هي 60 و B أيضا و C. استنتج قياسات الزوايا A O B. إذن A O B، نعلم هنا أحبائي من هذه الوحدة أن الزاوية المركزية والزاوية المحيطية التي تشترك معها بالقوس تساوي نصفها. إذن الزاوية المحيطية تساوي نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها بالقوس. وهنا نلاحظ أن الزاوية C قياسها 60 درجة، ولكن هنا الزاوية AOB تشترك مع ACB بالقوس، إحداها مركزية والأخرى محيطية. إذن AOB يساوي ضعفي الزاوية ACB، وهذه الزاوية 60 درجة. إذن الزاوية AOB هي 120 درجة. وبالأسلوب ذاته نجد أن BOC BOC تساوي 120 درجة، لأنها مركزية تشترك مع المحيطية BAC بالقوس BC، وكذلك COA هي زاوية مركزية تشترك مع المحيطية ABC في القوس AC أيضا. أحبائي، وبالتالي لدينا ثلاث زوايا مركزية تشكل كل منها 120 درجة. الآن يقول لي وضع في وعلى ورقة بيضاء نقطتين O و M. إذا نضع على ورقة بيضاء نقطتين O و M، بحيث يكون O M يساوي 3 سنتيمتر. نقوم أولا برسم القطعة المستقيمة بطول 3 سنتيمتر. نأتي بمسطرة، نرسم قطعة مستقيمة طولها 3 سنتيمتر. ونحدد النقطتين O و M. إذن هذه النقطة O وهذه النقطة M، نقطتي البداية والنهاية. الآن ارسم المثلث متساوي الأضلاع MNB الذي مركزه O. لرسم هذا المثلث أولا نرسم دائرة مركزها O ونصف قطرها OM. نضع الفرجار مركزه O ويمر من M، ثم ندور الفرجار دورة كاملة فتنتج الدائرة. الآن بعد رسم الدائرة نعين بالمنقلة زاوية 120 درجة. فلاحظنا في المثلث متساوي الأضلاع تكون الزاوية المركزية قياسها 120 درجة. ندور المسطرة ونرسم المستقيم بزاوية 120 درجة ونعين النقطة N مثلا. إذا نسمي هذه النقطة N.
أصبح لدينا رأسين من هذا المثلث M و N. الآن نقوم بالعملية ذاتها، فنرسم زاوية بمقدار 120 درجة أيضا. نعين النقطة التي تشير إلى 120 درجة، والآن نتخلص من المنقلة وندور المسطرة إلى النقطة المذكورة ونصل بين النقطتين، فنجد أيضا هنا نقطة جديدة هي النقطة الثالثة من المثلث متساوي الأضلاع، إذن النقطة B. أصبح لدينا مثلث رؤوسه M و N و B. نصل رؤوس المثلث فنجد إذن مثلث متساوي الأضلاع، إذن هذا المثلث متساوي الأضلاع. أحبائي، لماذا يمكن أن نقول أن هذا المثلث متساوي الأضلاع؟ أولا لدينا هذه الزاوية 120 درجة، وبالتالي الزاوية المحيطية التي تشترك معها بالقوس هي 60 درجة، وكذلك الأمر بالنسبة لهذه الزاوية وهذه الزاوية. والآن هل يمكن أن نلخص ما فعلنا؟ هل يمكن أن نذكر الخطوات؟ إذا لرسم المثلث المتساوي الأضلاع نرسم قطعة مستقيمة OM كما فعلنا، نحدد زاوية 120 درجة، ونرسم الدائرة التي مركزها O، وأيضا نحدد زاوية ثانية 120 درجة، فنكون قد حددنا رؤوس المثلث المتساوي الأضلاع. إذا على الرسم نرسم OM، ومن بعدها نرسم الدائرة التي مركزها O وتمر من M، ومن ثم نرسم زاوية 120 درجة وزاوية ثانية 120 درجة، فنكون قد حددنا رؤوس المثلث متساوي الأضلاع، وبالتالي نصل بين هذه الرؤوس. الآن لدينا مربع في دائرة، المقصود مربع في دائرة أي مربع مرسوم في دائرة، أي رؤوسها تقع على هذه الدائرة. دائرة C مركزها O، اسم المربع A B C D. ما قياسات الزوايا؟ A O B، إذن A O B. نعلم أن قطرا المربع أحبائي الطلبة متعامدان ومتناصفان ومتساويان، وبالتالي من تعامد القطران نجد أن هذه الزاوية قائمة، وكذلك BOC قائمة، وCOD قائمة أيضا، وDOA قائمة. إذن جميع هذه الزوايا هي زوايا قائمة. الآن وضع على ورقة بيضاء نقطتين O و M بحيث يكون لدينا O M يساوي 3. ارسم المربع M N B Q الذي مركزه O. إذن أولا نرسم O M بمقياس 3، ومن ثم نرسم زاوية قائمة، أو نرسم الدائرة أولا بالفرجار، إذن هنا رسمنا دائرة مركزها O، إذن دائرة مركزها O وتمر من M.
الآن نرسم زاوية قائمة بالكوس أو بالمنقلة، ندور المسطرة، ومن ثم نرسم زاوية قائمة أخرى أو نبدد الضلعان فنحصل على الشكل. أي يمكن أن نبدد هذا المستقيم وذاك المستقيم أيضا. إذا المستقيمان المتعامدان يقطعان الدائرة في أربعة نقاط هي M, N, B, Q. إذا M, N, B, Q. الآن سوف نصل بين هذه النقاط. فنحصل على المربع. إذن هذا الشكل هو مربع. لماذا يمكن أن نقول عن هذا الشكل أنه مربع؟ لأن قطراه متعامدان ومتناصفان ومتساويان، فهما أنصاف أقطار. إذن O N تساوي O Q تساوي O M تساوي O B. إذن هذه أنصاف أقطار متساوية ومتناصفة وكذلك متعامدة في الشكل مربع. الآن هل يمكن أن نلخص كيف نرسم المربع؟ يوجد عدة طرائق لرسم هذا المربع ضمن دائرة. أولا نرسم القطعة المراد أن تكون نصف قطر هذا المظلة AOM مثلا، وبنصف قطر معين هنا كانت 3 سنتيمتر، ومن بعدها نرسم مستقيم يعامدها بالكوس أو بالمنقلة أو بأسلوب آخر، ومن ثم نمدد الضلعين فيقطعان الدائرة التي مركزها O وتمر من M بأربعة نقاط. نصل هذه النقاط الأربعة فنجد المربع. إذن نرسم OM قطعة بمقدار 3 سنتيمتر، ومن بعدها نرسم دائرة مركزها O وتمر من M، ومن ثم نرسم مستقيم يعامد القطعة OM في النقطة O فيقطع المستقيمان NQ أو يقطع المستقيمان NQ و MB الدائرة بالنقاط NMQB، وبالتالي نصل هذه النقاط فنجد المربع. نتابع. مسدس في دائرة. إذا مسدس في دائرة هنا A B C D E F، مسدس منتظم مرسوم في دائرة C مركزها O. المثلثات المتساوية الساقين O B A، إذا O B A وكذلك O A F و F O E و E O D و D O C، إنها مثلثات طبوقة متساوية الساقين وطبوقة. إذا ما يمكن أن نقول عن هذه الزوايا B O C B O A A O F وهكذا؟ ماذا يمكن أن نقول عن هذه الزوايا؟ من تطابق المثلثات نجد أن هذه الزوايا متساوية بالقياس. نتابع. إذا احسب القياس المشترك لتلك الزوايا، هي زوايا متساوية. كيف يمكن حساب قياس هذه الزوايا؟ بما أن قياس الدائرة هو 360 درجة، إذا 360 درجة
وعدد هذه الزوايا هو 6 كما نلاحظ. إذا نقسم الناتج على 6 فنجد أن قياس كل منها هو 60 درجة. إذا أصبحت قياسات هذه الزوايا هو 60 درجة. نأتي إلى المطلوب الثاني. استنتج أن طول ضلع المسدس منتظم يساوي نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه. إذن ضلع المضلع المنتظم يساوي نصف قطر الدائرة، وهذا واضح لدينا أحبائي. لماذا؟ إذا قياس هذه الزاوية 60 درجة والمثلث متساوي الساقين، ونعلم أن في المثلث متساوي الساقين، إذا كان قياس الزاوية 60 درجة يكون المثلث متساوي الأضلاع، وبالتالي إذا هذا مثلث متساوي أضلاع فيكون BC يساوي OC، وOC كما نلاحظ هو نصف قطر الدائرة، وBC هو ضلع في المضلع، أي أن ضلع المضلع المنتظم يساوي نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه. لدينا سؤال هام، كيف نحسب زاوية مضلع منتظم؟ إذن كيف نحسب زاوية مضلع منتظم؟ نعلم أن المضلع المنتظم من الأنشطة السابقة يعطينا مثلثات متساوية الساقين، فيمكن أن نحسب زاوية الرأس ومن ثم نحسب زاوية المضلع. إذن الفكرة هنا أن نلاحظ المثلثات المتساوية الساقين ومن ثم نحسب زاوية الرأس فيه، فنكون قد حسبنا أيضا زاوية القاعدة، ومن ثم نأتي إلى حسابها بعمليات حسابية بسيطة. تعالوا لنلاحظ. إذن السؤال المطروح هنا، لدينا مسمى منتظم، إذن هذا مسمى منتظم مرسوم في دائرة C مركزها O. نلاحظ هنا أن المضلعات المنتظمة ترسم في دائرة دوما. ما قياس الزاوية ABC؟ هنا أحبائي الطلبة لحساب هذه الزاوية، نلاحظ أن هذه المثلثات متساوية الساقين وطبوقا، وبالتالي يمكن حساب زاوية القاعدة ويمكن اعتبار هذه قاعدة. إذن لحساب زاوية القاعدة نقسم عدد الأضلاع، أو نقسم 360 درجة على عدد الأضلاع، أي على 8، فنجد أن الناتج هو 45. إذن هنا 45. الآن بعد حساب زاوية الرأس هنا 45، يمكن حساب زاوية القاعدة في المثلث متساوي الساقين، ونعلم أن الزاوية في المثلث متساوي الساقين القاعدة تساوي 180 درجة ناقص 45 على 2. إذا مجموع زوايا المثلث 180 درجة، طرحنا الرأس 45 على 2، فنجد إذا 180 ناقص 45 135 على 2. بقسمة هذا المقدار نجد أن الناتج هو 67.5. إذا أولا قياس الزاوية AOD 45 درجة، أي 360 درجة. إعادة هون. إذا هنا زاوية الرأس في مثلث AOB هي 360 درجة على 8، ويساوي 45 درجة، ومن ثم قمنا بحساب A B
او وتساوي 180 درجة ناقص 45 على اثنان ويساوي 68.5. هل نكون بهذا قد حسبنا زاوية المظلة نظام؟ كلا، لأن الزاوية هي ABC ولكن نحن قمنا بحساب ABO، لذلك نضرب هذه الزاوية باثنان فنجد الناتج وهو 135 درجة. السؤال الآخر الأساسي في هذه الوحدة، كيف نحسب طول مظلة منتظم؟ إذا في السؤال السابق كيف نحسب الزاوية، الآن كيف نحسب الطول، طول المظلة. لدينا مثلث ABC، مثلث متساوي الأضلاع مرسوم في دائرة C مركزها O ونصف قطرها، إذا OA يساوي OB يساوي OC ويساوي 1.4. إذا 1.4 هو طول الضلع OA، والمطلوب حساب O أو المطلوب حساب AB، إذا المطلوب حساب AB. وهنا أحبائي OA يساوي 1.4، ويمكن حساب OH، ومن ثم نحسب AB عن طريق مبرهنات فيثاغورس. إذا AO 1.4، ولكن مثلث متساوي أضلاع فهي نقطة تلاقي متوسطات ونقطة تلاقي محاور، فهي مركز ثقل المثلث أيضا، ونعلم أن النقطة التلاقي المتوسطات تقسم كل متوسط إلى جزئين، أحدهما هو ثلث المتوسط والآخر هو 2/3. إذن هذا يساوي 1.4 على 2 أي 0.7، وبالتالي نقوم بحساب AH بحسب برهان فيثاغورس، أو نقول أن هذه الزاوية تساوي 30 درجة، وبالتالي طول الضلع المقابلة تساوي نصف طول الوتر، أي أن هذه تساوي 0.7، ومن ثم نستعمل مبرهنة فيثاغورس، أو يمكن أن نستعمل النسب المثلثية في الوحدة الأولى، أي لدينا هذه الزاوية والمطلوب هو المجاورة. بما أن المطلوب هو المجاورة نقول أن AH يساوي الزاوية كوسين الزاوية ب1.4، ومن ثم نضرب الناتج بإثنان لأننا نحسب AB، فنقوم بحساب AH ثم نضرب الناتج بإثنان. وبهذا نكون قد انتهينا من درس المضلعات المنتظمة في الوحدة الثالثة من كتاب الهندسة في مادة الرياضيات لطلاب الصف التاسع في مرحلة التعليم الأساسي. أتمنى أن تكونوا قد أفدتم مما قدمنا لكم. أشكركم أعزائي الطلبة على حسن المتابعة، مع الأمل أن نلتقي مجدداً.